بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وعلينا معهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 29 من الكتاب 33، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الطائف. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين ذهب إلى الطائف، حاصرها، فلما حاصرها وعلم أن أهلها عندهم ما يكفيهم علم أنه سوف يطول الحصار صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الصحابة أرهقوا من فتح مكة ومن غزوة هوازن وهي غزوة حنين، فأراد أن يؤجل حصار الطائف بعدما حاصرها وأن يعود إلى أن يقسم غنائم حنين ثم يعمل عمرة، لأن النبي عمل عمرة بعد فتح مكة، وأن ينصرف إلى المدينة. ويبقى أهل الطائف لما يجدوا أن أهل الإسلام انتشر سوف يأتون راغمين بلا قتال ولا عناء، هذا هو ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حاصر الطائف والصحابة متحمسين، شباب متحمس، النبي يقول نعود غدا إلى المدينة، لا داعي نؤجل الطائف. يقولون لا لا نتركها حتى نفتحها، حماس الشباب، والنبي يرى أنها سوف تفتح بلا قتال ولا عناء، اتركوهم هم سوف يعودون، فهم؟ فالنبي ايه تركهم على ما أرادوا. فتاني يوم استحر فيهم القتل، لأن قاعدين هناك فوق في الحصون قاعدين يضربوا في الصحابة، ناس كتير قتل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم نعود غدا، قالوا اه نعود، ومشيوا ايه بهذه الطريقة. وإن كان بعد ذلك ايه فتحت الطائف في نفس الايه المجلس بعد ذلك بايه كما هو مكتوب في كتب السيرة، لكن هنا يدلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيق بامته، وكان يحب الرفق في الامور كلها ولا يحب العنف صلى الله عليه وسلم. كان هو هدفه هذا، ان يدخل الناس في دين الله طواعية بغير قتال ولا إراقة دماء صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه رحمة للعالم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 724,000، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن سفيان، قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص الرواية هنا، وإن كان في البخاري عن عبد الله بن عمر مش عن عبد الله بن عمرو، وفي النسائي عن عبد الله بن عمرو، وفي مسند أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو، واخد بالك؟ في ناس اعترضت على مسلم وقال ده وهم، وكان المفروض يبقى عبد الله بن عمر زي القاضي عياض وغيره، ولكن يبدو أنه روي هذا الحديث بنفس الإسناد عن إيه؟ عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر، واضح؟ فلا اعتراض على ايه؟ على رواية مسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، فقال انا قافلون ان شاء الله، قال اصحابه نرجع ولم نفتتحه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدو على القتال خلاص، فغدوا عليه فاصابهم جراح، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا، قال فأعجبهم ذلك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شافوا يعني عاقبة إيه اختيارهم وسوء اختيارهم، وافقوا على طول. طب ما كنا قبل كده قلنا لكم، لكن النبي رفيق بإيه
بأمته، لا كما فعل معهم في إيه؟ في غزوة أحد. كان في غزوة أحد كان النبي لا يريد أن يغادر المدينة وأن ينتظر حتى يأتي جيش العدو فيتفرق في طرقات المدينة فيسهل القضاء عليه، بدلا من أن يجتمع في إيه؟ في الفضاء هناك خارج المدينة، لأن اجتماع الجيش قوة له، تفرق الجيش في الطرقات ضعف له. فالنبي أراد أن يأتوا المدينة على هذه الهيئة. لكن برضو المتحمسين من الشباب اللي فاتهم بدر قالوا لا نريد أن نلقاهم حتى نستشهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج معه وحدث ما حدث في أحد كما نعلم. باب غزوة بدر. غزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة. السنة الثانية من الهجرة برضو زواج سيدنا علي بستنا فاطمة كده برضو سنة. ودخول سيدنا رسول الله بالسيدة عائشة رضي الله عنه. السنة الثانية كانت فيها أحداث كثيرة، ونزول سورة البقرة وفرض الصيام، كانت فيها يعني أحداث كثيرة السنة الثانية من الهجرة. باب غزوة بدر. وكانت غزوة بدر في إيه؟ في رمضان، 17 من رمضان، كان يوم جمعة، كان يوم جمعة 17 من رمضان. وكانت هذه الليلة السابقة ليلة القدر، لأن ربنا بيقول يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فيوم الفرقان كان 17 من رمضان، يبقى يوم الفرقان هو ليلة الفرقان، وليلة الفرقان هي ليلة القدر في رمضان، وكان ذلك كله في رمضان. باب غزوة بدر. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حمال بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان قال فتكلم أبو بكر فأعرض، يعني بلغه أن أبي سفيان أقبل على مكة واتخذ طريق آخر ففاتهم العير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان خارجا يأخذ عير قريش مقابل ما تركه المسلمون في مكة عند الهجرة، لأن تركوا أموالهم هناك والكفار استولوا عليه، والنبي حتى لم يأخذ أمانات الكفار تركها لهم، وجازف بسيدنا علي بن أبي طالب حتى يرد أمانات الكفار، وكان ممكن أن يأخذها مقابل ما يترك، ولكن النبي لم يأخذ. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ عير قريش التي وهي بضائع التي عاد بها أبي سفيان مقابل ما تركه الصحابة من أموال وضياع في مكة بسبب هجرته. فلما علم أبو سفيان هذا الخبر اتخذ طريقا آخر وهرب بالعير إلى مكة، وأخبر مكة صناديد قريش فخرجوا بجيش عرمرم كبير، فوقفوا عند بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه لا بد أن يتم اللقاء، وأن الله قد وعده إحدى الطائفتين، أي العير أو النفير، يعني الجند أو البضائع. فهمت إزاي؟ قال شاور النبي بقى الصحابة، لأن الصحابة كانوا خارجين غير مستعدين للقتال، خارجين هياخدوا شوية بضائع فمش مستعدين للقتال، اللي ماشي على رجليه واللي حافي حتى بغير خف ولا نعل، واللي ساب سلاحه، واللي مش لابس درعه، لم يكونوا خارجين للقتال. وبالتالي النبي أراد أن يشاورهم، إيه رأيكم؟ ماذا تفعلون؟ فشاور أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، يعني قاموا يتكلموا المهاجرين، فالنبي إيه ما اهتمش بيهم، هو النبي بيشوف الأنصار هيعملوا إيه، هل هينصروه؟ لأنهم وعدوا النبي أن ينصرونه في المدينة، وهم الآن في بدر خارج المدينة، وممكن يقولوا لا ده احنا وعدناك نرجع المدينة وننصرك هناك، إنما في بدر دي بعيدة عن المدينة مالناش دعوة، إنما ما كلمش المهاجرين لأنهم أهل وعشرة هيوقفوا ما هيوقفوا ما فهم. فلما النبي بيشاور الصحابة قام سيدنا أبو بكر وهو من المهاجرين يتكلم، فالنبي ما اهتمش بكلام ابو بكر، ما احنا عارفين انك انت
مش هتسيب. وسيدنا عمر قام يتكلم، فسيدنا رسول الله لم يحتفل. فالانصار فهموا ان النبي ينتظر، انه بيعرض رايه عليهم هم، يقصدهم هم ولا يقصد ايه المهاجرين. ثم تكلم عمر فاعرض عنه، فقام سعد بن عباده وكان ايه زعيم الخزرج، فقال ايانا تريد يا رسول الله والذي نفسي بيده، لو امرتنا ان نحيضها البحر لاخذناها، ولو امرتنا ان نضرب اكبادها الى برك الغماد لفعلنا. لو امرتنا ان نخيضها، يعني نخيضها يعني الفرس بتوعنا، الفرس الفرسان بتاعتنا هي البحر، انك انت تقول لنا خش وامشوا في البحر في الميه بالفرس هنمشي. يبقى نخيضها هنا يعني ايه ندخل بالفرس والخيل ايه ثبج الماء، يعني نسير في الماء. وده ايه مبالغة في بيان طاعة أوامره صلى الله عليه وسلم. لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، وهنا ضمير لغير مذكور اللي هو الفرس يعني الخيل، لأنها معلومة. فهمت ازاي؟ يبقى العرب ساعات يذكروا ضمير لغير مذكور وتبقى مفهومة ايه في السياق. ولم ولو امرتنا ان نضرب اكبادها، برضو ايه اللي احنا بنركبها اللي هي الجمال والفرس، الى برك الغماد لفعلنا. وبرك الغماد مكان بعيد قرب الساحل جهه مكه. فهمت ازاي؟ يعني لو خليتنا كمان نروح لهم في ديارهم قرب مكه قرب بلادهم، مش نقابلهم هنا في الصحراء، لا ده احنا نروح لهم هناك كمان مش هنخاف. ادي معنى ايه مبالغه في ايه في شجاعتهم ونصرتهم لنبيهم في المدينة وخارج المدينة وفي أي مكان. قال فندب رسول صلى الله عليه وسلم الناس، يعني إيه أحث الناس بقى وشجعهم إن هم يستعدوا بقى لقتال هؤلاء. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، ما قال له وحرض المؤمنين على القتال، حرض المؤمنين على القتال يعني ندب الناس. أدي ندب الناس يعني حرضهم على القتال، حثهم على القتال، فهم؟ حمسهم على القتال، كل دي معاني واحدة. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، وبدر دي كانت عين ماء، ووردت عليهم روايا قريش. الروايا هي البعير اللي بتشرب المية اللي تستقى عليها الماء. عارف انت بيبقى عندهم جمال مع كل جيش، شغلة الجمال دي عليها إرب تروح تجيب المية تجلب المية عشان الجيش يشرب، يسموها الرواية. الرواية جمع إيه؟ راوية. وإحنا بنسمي حتى بناتنا إيه؟ راوية، مش كده برضو؟ راوية دي اسم المشهور من أسماء البنات عند المصريين، حتى كلمة راوية دي معروفة. يبقى راوية جاية إيه؟ مفرد رواية، وهي التي تروي الماء. وراوية أيضا هي التي تروي الشعر، انتوا برضو تروي الشعر. يبقى رواية قريش يعني جمع راوية، وهي البعير التي يستقى عليها الماء. فلما وصلوا بدر لقوا ايه البعير بتاعة قريش اللي بيستقى عليها الماء بتاع الجيش جاية عند بئر بدر، وايه وبتملى مية عشان تروح تسقي الجيش. وفيهم غلام اسود لبني الحجاج فاخذوه مع الروايه دي. ايه غلام هو اللي بيسوق الروايه، واد اسود كده صغير بتاع، قبضوا عليه الصحابه وخدوه عند النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعرفوا منه الاخبار، يسالوهم هم عددهم كام، استعدوا ايه، عملوا ايه كده، يعرفوا منه الاخبار. وفيهم غلام اسود لبني الحجاج فاخذوه، فكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونه عن ابي سفيان واصحابه، فيقول ما لي علم بابي سفيان، ولكن هذا ابو جهل وعتبة وشيبة وامية بن خلف. قال انا ما شفتش ابو سفيان، ده كل اللي موجودين الصناديد الايه اللي جايين دول فلان وفلان وفلان، هم طالعين على ايه؟ ابو سفيان. فوجئوا ان دول ايه صناديد قريش وشجعان قريش، كان الواحد منهم يقاتل 10 الواحد، فهمت الصناديد دي، وكان يقاتل الاسد بغير السيف،
من شدة شجاعته. فقال له الأسماء دي بقى حاجات مرعبة، كل واحد فيهم دبابة لوحده، فاهم؟ ووراه كمان أنصار معاه وهم مش مستعدين للقتال. ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، فإذا قال ذلك ضربوه. قالوا له يا مجرم، احنا بنقول لك أبو سفيان تقول لنا أبو جهل وعتبة، يا مجرم، ويضربوه. فهمت ازاي؟ لأنهم مش مصدقين، لسه مش مصدقين إن ده جيش جاي. هم طالعين كل مخهم هيقابلوا أبو سفيان ومعاه البضاعة. فهمت بقى ازاي؟ فإذا قال ذلك ضربوه. فقال نعم انا اخبركم هذا ابو سفيان، مش عايزين ان اقول لكم ابو سفيان، هو ابو سفيان، علشان ايه يسيبوه بدل ما ايه ما بيدبروا. فقال نعم انا اخبركم هذا ابو سفيان، فاذا تركوه فسالوه فقال ما لي بابي سفيان، ولا شفت ابو سفيان ولا حد، ما لي بابي سفيان علم، ولكن هذا ابو جهل وعتبه واميه بن خلف في الناس، في الناس يعني في الجيش. يبقى الناس هنا لفظ عام يراد به مخصوص، في الناس يعني في ايه؟ في اتباعهم باقي الجنود يعني. يبقى لفظ الناس يؤتى كثيرا ويراد به الخاص وهو لفظ عام. فاذا قال هذا ايضا ضربوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، والنبي كان بيصلي في الفتره دي وسامع الحوار ده كله، فاهم؟ فالنبي بقى يخلص صلاته بسرعه عشان ينقذ الواد من بين ايديه. فلما رأى ذلك انصرف، والذي نفسي بيده، قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. يعني لما يقول لكم الصدق تضربوه، ولما يكذب تسيبوه. وده برضو دليل على إيه؟ علامة من علامات النبوة، أن الله أوحى إليه أن ما يقوله هذا الصبي صحيح، والكلام صحيح، لأن النبي كان مع الصحابة برضه، كان لا يعني لو كان بشر معتاد كان المفروض لا يعلم أبو سفيان راح ولا ده جه ما جه، ما كان لا في أخبار ولا عندهم تلفزيون ولا في موبايل ولا في يعني جزيرة مباشر ولا سي إن إن ولا في حاجات من كون النبي يعرف هذا وهو في الصحراء. فهمت إزاي؟ ويقول إن الكلام ده الولد ده صادق فعلا اللي جاء أبو جهل وأبو لهب ومش عارف، وإن أبو سفيان هرب ومشي. ده علامة من علامات النبوة، إخبار بالغيب. فهمت إزاي؟ والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. قال فقال رسول صلى الله عليه وسلم، مش كده وبس، ده النبي كمان حدد لهم أماكن اللي هيموت فيها هؤلاء الأسماء كمان، قال لهم عارفين أبو جهل هيموت هنا، وعتبة يموت هنا، وشيبة يموت هنا، وخلف يموت هنا، شاور لهم الأماكن بعد ما انتهت المعركة لهم زي ما النبي أشار صلى الله عليه وسلم. كل دي مش علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وعشان كده كان يقول لهم كيف تكفرون وأنا فيكم، كيف تكفرون وأنا فيكم. الآيات واضحة أنه يوحى إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان، قال ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا، قال فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ماط يعني ما تباعد، فهم؟ يبقى ماط يعني تباعد، يعني ما فيش حد منهم مات في حته بعيده عن اللي شاور عليها النبي صلى الله عليه وسلم. اخبار بالغيب. باب فتح مكه. وفتح مكه كان في العام الثامن من الهجره بعد صلح الحديبيه بعامين، ده فتح مكه. وعن ابي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وفدت وفود إلى معاوية، وذلك في رمضان، فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام، فكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى أن يدعونا إلى رحله، فقلت ألا أصنع طعاما فأدعوهم يعني معاوية بن أبي سفيان كانت تجي له الوفود وهو كان على الشام في رمضان، فكان يعمل لهم مائدة الرحمن، يأكلهم ويجمعهم وفود
فابو هريره كان الظاهر هناك في الفتره دي. قال طب وانا ما ادعي لي انا شويه كمان واعمل لهم شويه اكل واجمعهم واعمل لنا مائده خاصه كده للرحمن، فهم؟ فاراد ان هو يقلد يعني معاويه في اطعامهم واكرامهم في رمضان. عن ابي هريره قال: وفدت وفود الى معاويه وذلك في رمضان، فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام، فكان ابو هريره مما يكثر ان يدعونا الى رحله، فقلت: الا اصنع طعاما فادعوهم الى رحلي؟ فامرت بطعام يصنع، ثم لقيت ابا هريره. يبقى ده مين؟ ده عبد الله بن رباح هو اللي اراد يقلد ابي هريره بقى ويعمل طعام. عبد الله بن رباح، كويس؟ اللي هو بيروي عن ابي هريره. فأمرت بطعام يصنع، ثم لقيت أبا هريرة من العشي، فقلت: الدعوة عندي الليلة. فقال: سبقتني؟ قلت: نعم. فدعوتهم، فقال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار؟ ثم ذكر فتح مكة. يبقى هم قاعدين بيأكلوا بقى في الدعوة، سيدنا أبو هريرة قاعد يحكي لهم قصة فتح مكة، واخد بالك؟ ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار؟ ثم ذكر فتح مكة، فقال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين. المجنبتين اللي هي الميمنة أو الميسرة، اللي هي جوانب الجيش يعني. وبعث خالدا على المجنبة الأخرى. هو ناسي ده في اليمين ولا الشمال، فقال أبو الزبير بن العوام كان على مجنبه، وايه، وخالد بن الوليد كان على مجنبه اخرى. وبعث ابا عبيده على الحسري. الحسري اللي هم ايه؟ الذين ليس عليهم دروع، اللي هم نسميهم دلوقتي المشاة. نسموهم دلوقتي ايه؟ المشاة تقريبا. او الرجاله اللي بيمشوا على ايه؟ رجليهم. وبعث أبا عبيدة على الحسري، فأخذوا بطن الوادي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة. قال: فنظر فرآني، فقال أبو هريرة: قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: لا يأتيني إلا أنصاري. زاد غير شيبان، فقال: اهتف لي بالأنصار، يعني نادي الأنصار. قال: فأطافوا به، يعني جاءت الأنصار والتفت حول النبي صلى الله عليه وسلم، فأطافوا به. ووبشت قريش أوباشا لها وأتباعا، يعني جابت إيه؟ بعض الشرازم من القبائل المختلفة كده قريش عشان تعاونها وتقف معاها في ملاقاة هذا الجيش. أوباشا إيه؟ زي البلطجية يعني، دلوقتي اللغة بتاعتنا تقول لك بلطجي يعني. جابوا شوية بلطجية وشبيحة، واخد بالك، معاهم كده علشان عيال مستبيعة يقوموا ايه؟ يقفوا معاه. فأطافوا به. ووبشت قريش أوباشا، يبقى أوباشا يعني ايه؟ ناس من أخلاط القبائل. أري الأوباش، أخلاط الكبائل، القبائل، يعني غير معلوم النسب. ووبشت قريش أوباشا لها وأتباعا، فقالوا: نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فقال يعني يحتموا بهم يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى، ثم قال: حتى توافوني بالصفا. يعني إيه؟ قال لهم إيه؟ شوفوا أنتوا دول وترون، يعني تقولي تاني، يعني تقولي تاني، يعني تروحوا تشوفوا تنقبوا وتعرفوا تقولي تاني، فاهم؟ ثم قال بيدي احداهما على الاخرى، ثم قال: حتى توافوني بالصفا. قال: فانطلقنا، فما شاء احد منا ان يقتل احدا الا قتله، وما احد منهم يوجه الينا شيئا. قال: فجاء ابو سفيان فقال: يا رسول الله، ابيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. لو انت اطلقت ايادي هؤلاء الناس في قريش، اتباعك يعني، خلاص مش هيبقى في قريش، هيموتوا كلهم. ثم قال: من دخل دار ابي سفيان فهو امن.
فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. خافوا بقى الحسن النبي يحن القريش وبلده، وكان بيحب مكة، وإيه ولما قال لهم بقى خلاص كفوا لا تقتلوا أحد، من دخل داره فهو آمن، دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وقال للأم هانئ بن جير من أجرت يا أم هانئ. فالأنصار قالوا إيه ده الرسول بقى ظهر حن على إلى قومه وإلى قريته وهيتركنا بقى ويسيب المدينة، فهم؟ فزعلوا يعني، خافوا لحسن إيه يفارقهم النبي. فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة: وجاء الوحي. الوحي قال للنبي إن الأنصار بيقولوا كده، فهمت؟ هم قالوا كده بينهم وبين بعض، فالنبي أوحي إليه ما تقوله الأنصار. وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا، يعني بيبقى أثر الوحي بيبان على النبي صلى الله عليه وسلم إنه في الفترة دي بيوحى إليه. فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي. فلما انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله. قال: قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته؟ قالوا: قد كان ذاك. قال: كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم. كل دي برضو إيه علامة من علامات النبوة. أخبرهم بما قالوه، ثم بعد ذلك بيّن لهم أنه يعود معهم فطيب خاطرهم، وأنه يموت عندهم، وده برضو علامة من علامات النبوة، لأن لا تدري نفس بأي أرض تموت. فأخبر موضع موته وهو في حال حياته، فكل ده برضو علامة من علامات النبوة وإخبار بالغيوب. والمحيا محياكم، يعني أعيش معكم حيا، والممات مماتكم، وأموت بين ظهرانيكم في بلدكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله وبرسوله. لأن هم كانوا خايفين لحسن إيه يحرموا من إيه، من أن يمكث النبي معهم في بلده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. خلاص قبلنا العذر منكم وصدقناكم. قال: فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان وأغلق الناس أبوابهم. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر. الإمام الشافعي بقى له استدلال لطيف من الحديث ده خالف فيه الجمهور، وهي دور مكة هل هي مملوكة ولا غير مملوكة؟ الجمهور على أن دور مكة غير مملوكة فلا يجوز إيجارها، كويس؟ الجمهور اللي هم مين؟ الأحناف والملكية والحنابلة وكل جمهور الفقهاء حتى غير اللي احنا ما نذكرهمش كانوا على هذا الرأي. قال الإمام الشافعي لهم: لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل داره فهو آمن، ونسبة الدار إلى الإنسان دليل الملك فهي مملوكة، فهم؟ بس تدل من هذا الحديث على جواز تملك دور مكة، وإذا تملكوها جواز إيجارها، فهمت إزاي؟ وده إيه؟ وعلى شكله محمد بن الحسن من الحنفية ترك الرأي الإمام أبو حنيفة وهو شيخه ووافق الإمام الشافعي. وكثير من العلماء في عصر الإمام الشافعي نزلوا عن رأي أئمتهم ووافقوا الإمام الشافعي بعد ذلك في أن دور مكة مملوكة ويجوز إيجارها، وكان الرأي المعمول به قبل الإمام الشافعي على أن دور مكة غير مملوكة ولا يجوز إيجارها، فهمت؟ شفت حديث أبو لطيف بيتكلم في السيرة في الغزوات، الإمام الشافعي طلع منه فقه عشان تعرف هذه العقلية التي إيه منحها الله سبحانه وتعالى للإمام الشافعي، وكانت يعني من أعظم النفع للفقهاء والمحدثين، فجزاه الله عنا خير. و
واستدل ايضا منها الامام الشافعي على ان مكة فتحت صلحا، لانها لو كانت عنوة لن تزعت الملكية، يبقى ابو سفيان ملوش دار. فهمت ازاي؟ فكونه نسب الدار له ونسب الدار لكل ساكنها يبقى دليل انها فتحت صلحا ولم تفتح عنوة يعني بالقوة. فهمت؟ برضو ده استدلالات خاصة بالامام الشافعي، فجاء بها كل اهل عصره في كل المذاهب في كل البلاد. فهمت ازاي؟ رضي الله عنه وارضاه. فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان وأغلق الناس أبوابهم. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت. يبقى أول ما تبدأ به مكة الطواف. واستدل أيضا الفقهاء على جواز دخول مكة بغير إحرام، لأن النبي دخلها بغير إحرام وكان عليه المغفر، وأنه يستحب لداخلها أن يدخلها محرما ولا يجب. فإن دخلها محرما أو غير محرم فأول ما يبدأ به يبدأ به الطواف، وأن أول الطواف باستلام الحجر. كل دي أدلة تستنبطها وأنت تقرأ الحديث. حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت. قال: فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه. كان طبعا الكعبة محاطة ب 360 صنم في الفترة دي. فالنبي وقف عند صنم كده جنب الكعبة كانوا بيعبدونه. قال: فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه. قال: وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس، وهو آخذ بسية القوس، يعني طرف القوس. سية القوس يعني طرف القوس، الطرف المنحني من القوس كده يسموه سية القوس. فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، استهزاء بما كانوا يقدسون. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه. جبل الصفا معروف، فعلى عليه يعني صعد عليه، حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعوه. وعن أبي قال: وحدثنيه عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة بهذا الإسناد، وزاد في الحديث. ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى: احصدوهم حصدا. وقال في الحديث: قالوا على الإيه؟ على الأصنام يعني. وقال في الحديث: قالوا: قلنا ذاك يا رسول الله. قال: فما اسمي إذن؟ كلا إني عبد الله ورسول. أو قال: احصدوهم حصدا، يعني إيه؟ يعني لمن يقاتلكم لا لمن يسلمكم. تحتمل هذا وتحتمل. وعن أبي قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن عبد الله بن رباح قال: وفدنا إلى معاوية بن أبي سفيان وفينا أبو هريرة، فكان كل رجل منا يصنع طعاما يوما لأصحابه، فكانت نوبتي، فقلت يا أبا هريرة: اليوم نوبتي. فجاءوا إلى المنزل ولم يدرك طعامنا، فقلت يا أبا هريرة: لو حدثتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدرك طعامنا. فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح، فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى وجعل الزبير على المجنبة اليسرى. الرواية دي حددته، الثانية كان قال إحدى المجنبتين، ما حددش، فهنا بينا أن خالد كان على المجنبة اليمنى وجعل الزبير على المجنبة اليسرى وجعل أبا عبيدة على البيادقة. البيادقة اللي هم الرجالة، كويس، اللي هم المشاة. اللي هو سماهم الحصر في الرواية الأولانية، يبقى البيادقة وهي لفظ فارسي معرب بمعنى الرجالة،
يعني المشاة الذين يمشون على أقدامهم، اللي هو سماهم في الرواية الأولى الحُسّر. وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي، فقال يا أبا هريرة ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم فجاءوا يهرولون، فقال يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قريش؟ قالوا نعم. قال انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا. يبقى حصدوهم كانت موجعة على أوباش قريش، كويس. وأخفى بيده ووضع يمينه على شماله وقال موعدكم الصفا، قال فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه. أناموه يعني إيه؟ إما قتلوه أو أرقدوه وكتفوه، تحتمل دي وتحتمل. قال وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحتت دي الأجزاء دي هو اللي خلى الفقهاء غير الإمام الشافعي يقول لك إنها إيه، فتحت عنوة بقتاله، فاهم؟ لكن الإمام الشافعي قال لا، لم يحدث ذلك، لأنهم أناموهم يعني كتفوهم، وكان القتل في الأوباش وليس في قريش، ثم تم الصلح بعد ذلك. وأن هذه هي مرحلة من مراحل الفتح، ولم يتم الفتح بها ولكن تم الفتح بالصلح، بدليل نسبة الدور لأهلها. لو كانت عنوة ما نسب الدور لأهلها وانتزعت منهم وصارت غنيمة، واضح؟ قال وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا، فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. قال أبو سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. فقالت الأنصار أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته، ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلتم أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته، ألا فما اسمي إذن؟ ثلاث مرات قال لهم أنا اسمي إيه؟ أنا اسمي إيه؟ أنا اسمي إيه؟ كويس؟ ثلاث مرات قال لهم كده، أنا محمد عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. طمنهم وكأنهم قالوا إيه؟ كأن النبي معترض، إيه هذا الرجل أخذ؟ إيه الرجل ده؟ أنا اسمي إيه؟ إيه الرجل ده؟ إيه كلمة الرجل دي؟ أنا اسمي إيه؟ فهم؟ كأن الإنسان إذا أطلق كلمة رجل منكرة فيها نوع انتقاص، فهم؟ فكان لا يصح أن تقول مثل هذا، فهم؟ أنا محمد عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. قال والله ما قلنا إلا ظنا بالله ورسوله، إلا ظنا بالله ورسوله، يعني قالوا ما قلناش كده والله، لا نقصد انتقاص ولا حاجة يا رسول الله، ده احنا والله كنا يعني خايفين لحسن تتركنا، بيعتذروا يعني. قال فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم، خلاص عفونا عنكم. فعلمه الأدب وبشره، فهم؟ باب إزالة الأصنام من حول الكعبة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا نصبا، فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. زاد ابن أبي عمر يوم الفتح. وعن أبي قال وحدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح ب
بهذا الإسناد إلى قوله زهوقا ولم يذكر الآية الأخرى، وقال بدل نصبا صنما، يعني 360 صنما مكان نصبا. باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح، صبرا يعني حبسا وهو محبوس، يعني يبقى لا يقتل قرشي وهو ايه محبوس او مكتف او ايه او مثبت في مكان. صبرا يعني يربطوه كده، كانوا زمان يربطوا ويقتلوا وهو مربوط، يسموه قتل صبرا يعني حبسا وربطا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال أخبرني عبد الله بن مطيع عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. وعن أبي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكرياء بهذا الإسناد، وزاد قال ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيع، كان اسمه العاصي فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا. ونقف على باب صلح الحديبية في الحديبية غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.